السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين، مرة متحمسين ما في وقت. يلا يلا صباح خير على الأجواء الجميلة هذه. ما شاء الله ما شاء الله، اليوم متحمسين ألف، وكمان الأجواء مرة تساعد. افتح يا مدير. What is the possibility they have genes? High or low? الله يديك العافية، الله يديك العافية يا مستر عضلات. يلا دحين دارك. الله يديكم العافية. أنا والله عشان أمس لعبت كورة بيدي تجاني. يا سلام الأجواء رايقة مع الليل كذا، ما شاء الله على وطن. هلا أدرام، الله يسلمك. شكرا يا عبد الرحمن يا مستر عضلات. والحمد لله وصلنا المطار الثاني، مطار جوهانسبرغ. احلى شيء في المطار انه الاشياء مره رخيصه، والله انا جالس اتفرج واشوف الاسعار اللي هنا واقارنها باللي برا، نفس الاشياء مره فرق. انا اشوف اوريكم حاجه، شوفوا هذا الطقم الرسمي حق جنوب افريقيا. انا رحت المحل الاصلي حقه قلت كان ب 800 وحاجه، هنا ب 200. برضو هذا فرع اصلي لهم، وهذه حق كاس العالم ازعجونا به. دحين نروح نايكي والاشياء هذه نشوف كيف الاسعار حقها، تساها ولا ارخص. بس انا اتوقع انه ارخص لانه سمعت انه في المطار ما في تاكس او ضرائب. بس يا اخي غريب، ما في ضرائب بس الايجارات هنا مره غاليه. شيك ونشوف. يا سلام، شوف هذا كم سعره. والله هذا مره بطل، عجبني انا. هذه مشكله هذه مشكله القصار. تمني ابو شيء. هلو، هاو ار يو؟ هاو ماتش ذس؟ 1.2 1000. وزي هذه ب 1000. لا والله الاسعار اغلى كمان، مو نفسها. ثانك يو، كان يو باك ات؟ نو ام نوت. ام شورت. دحين هنا راح نقدر نقارن صح، لان انا اشتريت زي هذه الجزمه واصليه ونفسها في كل شيء. نشوف سعرها. سعرها 4000 تقريبا، نفسها 4000 راند تقريبا، نفسها بريال السعودي. ما في تاكس واخرتها نفس الاسعار، ممكن هذا شيء تسويقي. اوكي نكمل. والله هذه يا ناس هنا طايحين فيها بشكل. كيف نروح سفاري ولا لا؟ هذا القرصنة نروح نشوف التحف. ما ادري ايش اقصدوا بهذه، لان حتى في الشارع عندنا في ديربن اشوفهم يسووا زي هذه. ما شاء الله. طبعا هذه الصورة عام 1191 سووها على ما عليك، جالس تمشي حالك. الصراحة المحل هذا مرة رايق، عجبني والله. وهذه اللي كانوا يجيبوها ايام زمان في توم وجيري، لما اتوقع يعلقوها على ظهرهم يحطوا فيها السهام وزي كذا. او هذه، شوفوا كيف. صراحة مرة حلو. اوكي كمل نشوف. شوف انا لاحظت هنا في كل مطار تلاقي فيه لازم قسم حق الكتب، هذا الشيء مرة حلو. بس المشكلة فين الناس اللي تقرا؟ ولا انه لما تيجي تهتم بالكتب وتاريخها وزي كذا؟ والله هذا الشيء مرة حلو. المشكلة فين اللي تقرا؟ المحل حتى فاضي يا رجال. انا من الناس اللي ما احب اقرا، احب اسمع. هذا المحل تحف ثاني، وهاي اللي كانت في اوشاكا. والله ابدع في وشاك الصراحه. شوف انا هذه السلاسل، والله دورت عليها كثير في التاون بس ما لقيتها. شوف اللي لقيتها، والمشكله هنا اسعارها مره رخيصه، 95، يعني ممكن هذه تطلع ب 20 سعودي. شوفوا هذه ب 170، يعني ممكن ب 50. لا ما شاء الله مره حلو. ما في عطر، نتعطر هنا، نسيت العطر في البيت. ندور محل عطور، تقريبا خلص المطار بس ندور على محل عطور. لازم محل عطور. غريبة ما في هنا محل عطور. هنا الكترونيات، ملابس، فراري، محل عطور اصلي.
How are you? Peter, how are you, man? I'm good, and you? ندور على عطر ما عندهم جزم أقلام كاسات عطر والله ما في مع إنه كان عندي عطر فراري بس ما في هنا how much the perfume وش وين للأسف ما في التجربة قفلنا يلا ندور محل ثاني محل عطور محل عطور محل عطور غريبة ما في هنا محل عطور بوز حلو بوز عندهم عطر بس لا يكونوا زي أصحابنا زي أصحابنا أصلاً ما في إلا عطرين أو ثلاثة نبقى محل عطور يا أخي يا أخي محل عطور يا أخي لقينا كل شيء إلا العطور نظارة كله والله من جد غريبة والله من جد غريبة لفلفنا المطار كله ما لقينا محل عطور أصلاً عادي يعني إحنا ما نبقى نتعطر صح ولا لا ما نبقى نتعطر يلا يا السلام لقينا محل العطور شوف ديور وشانيل سلام يا سلام يلا دحين ننقي هاي احلى ريحه مو حلو ما عجبني قديم هذا ريحته قديمه يعني يجي منه بس مو مره حلو خلاص انا بدور على عطر اللي دائما نتعطر منه عشان ما نكون خاينين وهذا هو عطرنا طبعا هدية من خالي الله يدي العافية ترى هو أصلا عطر العجائز بس أنا يعجبني عشان هدية شو رأيكم بس نغير أحسن جايزين نتدلى إحنا لا نتشرط كمان كوكو شانيل كوكو أوكي أخيش مسكت معايا بعطر فانيليا إكسكيوز مي ما قصر اوكي ثانك يو لا الصراحه يجي منه بس نخليها تروح ونجي نتعطر شوف اقول لكم معلومه ترى الشركات تعطي المحلات هذه العطور بلاش هم ياخذوها بلاش احنا ناخذها بلاش بس والله جيد لا حد يجي يسالني ايش اسمه هذا اسمه من دحين شكرا جوهانسبرغ على العطر البلاش شوفكم على خير شوفوا بما اني فاضي دحين وجالس استنى الرحله حقي فراح اجاوب على اكثر ثلاثه اسئله جتني السؤال الاول قديش تصرف هنا وقديش بيكفي الصرفيه هنا بتختلف من واحد للثاني لانه في ناس تحب تتمشى كثير في ناس تحب تروح مطاعم كثير في ناس تحب تقضي كثير على حسب انت وايش تبغى لكن في المتوسط ممكن 1000 الى 1500 ريال سعودي تكفيك شهر تقدر تتمشى بس ما تتمشى مره كثير خاصة انا اكلمكم على المدينه اللي انا فيها كيب تاون اتوقع 1500 2000 ريال لانه شفت في انشطه سعرها 400 في انشطه سعرها 250 فالانشطه بتكلف مره لكن بالنسبه للمعيشه الاكل والشرب تقريبا نفس الاسعار في السعوديه الاكل تقريبا نفسه اللهم اغلى شويه عشان التاكس عندهم اغلى لكن غير كذا تقريبا نفسها طيب رسوم المعهد رسوم المعهد برضو هذا الشيء انت اللي تقدر تختاره لانه هنا في معاهد كثير تختلف الدراسه من معهد لمعهد صراحه اغلب المعاهد المشهوره في كبتان ما اعرف كيف خبرتهم او كيف الدراسه عندهم لكن في واحد انا اعرفه الصراحه اثق فيه فبحط لكم رقمه تقدروا تتواصلوا معه وراح يفيدكم في كل شيء في كبتان بالنسبه للمعهد حقي اللي دايبن الصراحه المعهد حلو والتدريس فيه حلو لكن مشكلته ما فيه ذيك الامكانيات الكبيره سعره يعتبر مقبول بالنسبة للأشياء اللي هي فيه وبالنسبة لتدريسه لكن إمكانياته مو قد كذا أنا للأمانة عجبني عشان مخطط إني أصلا أسوي كذا حاجة في نفس هذه المدينة فاخترت هذه المدينة حالات المدينة اللي أنا فيها ما فيها عرب كثير صح فيها عرب بس نادرا ما تلقى عرب وصعب تتعرف عليهم وأحسن إنك ما تتعرف عشان تضبط أمورك في اللغة وزي كذا أحسن يعني إذا تعرفت اللهم علاقات سطحية السؤال الأخير الأمان شوفوا مشكلة المدينة اللي احنا فيها الصراحة المواصلات العامة فيها مرة صعبة يعني مستحيل انت تاخذ باص مستحيل تاخذ حافلة هذه حق انا خلاص اجاوب على السؤال الأخير بسرعة ونروح لأنه شوف انا جالس في القهوة وهناك البوابة حقنا جوا قدام هنا قريبة بس انها جوا المواصلات عندنا الصراحة صعبة انت لازم تروح يا رجل او اوبر او اذا كان المعهد حقكم يوفر لكم المواصلات زي المعهد حقك بس انه لو تبى تروح تتمشى لو تبى تروح اي مكان ثاني يا انه تدور لك على صاحب يا انك تستخدم اوبر او انك تمشي الصراحة المشي كويس بس يحتاج لك تضيع وقت كثير يعني انت ممكن عشان تروح من مكان لمكان تمشي ساعة ساعة ونص زي كذا ساعة ساعة ونص هذا المتوسط لكن اوبر كويس بس اوبر هنا غالي ليش؟ لانه البنزين عندهم هنا مرة غالي احنا عندنا في السعودية نفلل ب 70 90 يعني 100 120 السيارات العامة هم هنا يفللوا
800 راند. بالنسبه لهم رواتبهم المبلغ مره عالي، فاوبر هنا يكون غالي شويه. كيب تاون المواصلات فيها بتكون احسن، لانه تقدر تاخذ باصات، باصات الحكومه، الوضع امن. هنا في باصات حكومه في ديربي، بس انه الوضع مو امن، يعني الواحد يدور على نفسه الافضل والامان. نروح نلحق البوابه، يلا بوابتنا. بس ايش بقول لسه ما جاء، والله ما ادري. نرجع انا عندي الصراحه كلام بقول لكم. بالنسبه للفلوجات، للامانه انا الفتره الاخيره كنت مره مشغول، وماني قادر اوفق بين الفلوجات والمذاكره وبين حاجه انا جالس اسعى فيها. يعني صراحه انا عن نفسي ماني راضي عن الفلوجات الاخيره هذه، وخاصه اخر 3 فلوجات، واحاول اسوي كل اللي اقدر عليه. انا عارف انكم انتم واقفين معايا، باذن الله سوا راح نصير قد الدنيا. ان شاء الله الجاي بيكون احسن. الحمد لله دحين رتبنا تقريبا 90% من الامور، ما عاد باقي الا كم حاجه خفيفه كذا ان شاء الله نخلصها ونرجع بقوه باذن الله. للعلم وللناس اللي تسالني، انا الفلوقات ان شاء الله راح اصير استمر عليها، وباذن الله كل جمعه تلاقوا فلوق في اليوتيوب. فشكرا لكم، للامانه والله ما قصرتوا. يعني انا دائما اشوف التعليقات في الانستغرام، خاصه في الانستغرام، يعني الصراحه شيء مره يشرف. شوفوا للامانه عشان لا احد يزعل، خاصه في ناس يعني اعرفهم شويه على الانستغرام، في واحد هو اللي ماسكه ويجلس يرد وينزل الصور وزي كذا يعني. وبعض الاحيان يعني خاصة على الأسئلة أنا أحاول أن أرد عليها. شغل مرتب صح؟ أيها. المهم، ففي ناس من أصحابي يرسلوا ويقوم هذاك الشخص يرد عليهم، يعني رد عادي، فاهمني؟ زي كأنه أي واحد من المتابعين. فهم يزعلوا ويجي يقولوا لي ليش يعني أنت تتكبر علينا من هذا الكلام يعني. أنا والله أني أعتذر منكم، لكن للأمانة والله يعني أنا ما أقدر أن أمسك كل هذه الأشياء، أمنتج وأمسك إنستغرام وأذاكر و ادور على اماكن واحط جدول، يعني مره صعبه، وخاصه كمان انا عندي يعني اشياء اسويها، فصعب شويه بالنسبه لي. فعشان كذا يعني خلينا نقول وكيل اعمال، خلاص كبرنا يا اخي وكيل اعمال. المعذره منكم، ان شاء الله انكم تعذروني. اعتذر لو اني طولت عليكم، بس من زمان ما احس اني جلست وتكلمت معاكم. اتمنى انكم ما طفشتوا، احس اني سويت لكم برزنتيشن، هذه مو كلمتين. شكرا لكم، باذن الله راح يصير زي ما نقول. قولها يا حبيبي، واستناك تقولها. يلا حبيبي قد الدنيا، يلا على بوابتنا. الحمد لله على السلامة. هلا 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 والله. انت مرة قديم، انتهيت ولا لسه؟ ايش ما كذا قصير؟ والله